الصمت الحكومي حتى هذه اللحظة، وأنت نائب من مدينة النجف ومن كتلة كبيرة، هذا الصمت هل يؤشر لك أن الحكومة طرفا في هذه الجريمة الجنائية التي تسميها، أم أن الآخر الجاني هو أقوى من الحكومة وبالتالي تخشى منه ولذلك لن تظهر نتائج التحقيق أو لم يذهبوا إلى تحقيق النزيه؟ أنا أعتقد أنه أكو تواطؤ منذ 2011 ولحد الآن من الحكومة، سواء الحكومات المحلية أو الحكومة الاتحادية. هذا التواطؤ واضح في غض النظر عن الكثير من الممارسات التي أنا أبحث في أسباب هذا التواطؤ وأبحث في أسباب هذا الصمت هذا الذي يقلقك ويخيفني. هذا التواطؤ هو جاي من مشاركة السلطة. تعرف الجمهور المنتفض هو جمهور منتفض على السلطة وأدوات السلطة، نعم، على فسادها وعلى إدارتها السيئة للبلد منذ عام 2003 ولحد الآن. زين. وبالتالي السلطة هي المستهدفة، السلطة تحاول أن تدافع عن امتيازاتها ومكتسباتها بطرق مختلفة، تارة تستخدم أجهزتها القمعية وتارة تستخدم أدواتها الأخرى خارج النشاط الحكومي. وبالتالي الحكومة مدانة منذ 2011 باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والآن هي تتستر على مجاميع أيضا مسلحة تمارس العنف ضد أبناء المحافظات، وبالتالي هي مسؤولية مباشرة عن هذه الأعمال التي صاحبت التظاهرات. احنا اليوم نطالب أن تخرج هذه السلطة، يخرج وزير الداخلية خارج الحكومة هاي المؤقتة والمستقيلة، يجب أن يقدم استقالته ويطلع من الوزارة، أن لا يمارس دوره، وكذلك محافظ النجف يطلع من المحافظة، يعتذر لأبناء محافظة النجف الأشرف عن ما حدث، ويخرج من إدارة السلطة ويترك الأمر إلى غيره ليضع حد لمثل هذه الخروقات. أنا اليوم قد سأقدم إن شاء الله بعد البرنامج سأقدم شكوى للإدعاء العام على رئيس اللجنة الأمنية العليا المشكلة في وزارة الداخلية وعلى محافظ النجف باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة على هذه الخروقات وتماهلهم وعدم استخدام صلاحياتهم القانونية في الحفاظ على الأمن العام وحياة المواطنين. احنا اليوم السلطة هي متهمة وعليها أن تدافع عن نفسها أمام القضاء وأن يحاسبها القضاء ويحاسبها أبناء الشعب العراقي قبل أن تذهب إلى القضاء.